الأمانة دي يعني حاجة بغرسها في الطفل من هو صغير، يعني مش حاجة ان انا بجيبها له يعني جعان بديله اكل، عطشان بديله حاجة يشربها، لا ده شيء مع بالتدريج بغرزه وان هو صغير. اولا ببدأ كأب وأم ببين له ازاي يعني يبقى قدوة حسنة في سلوكي. برضو حاجة مهمة ازاي اعوده على الأمانة، ان انا يعني بفهمه ان دي في حاجات تملكها وحاجات لا تملكها. الحاجات التي لا تملكها دي ملكية الآخرين، وبالتالي لو انت عايزها بتستأذن. بنقول الشوكولاته يعني الشوكولاته دي حلوه بس انت خدت نصيبك منها، والباقيه أيوة. بتاعت اخوك مش من حقك. ايوه مش من حقك ده، هي حلوه وتتاكل. لا لازم نفهمه ده. ايوه بس مش من حقك. انا خدت الشوكولاته بتاعت صاحبي، انا كلت حته وانا حته برضه يعني. ايوه اديتهوش هو حاجه. ايوه فلازم يعني بنحاول ندرجها له بشكل مبسط، وبنبدا بالتدريج من هو صغير لحد ما الوعي يبدا يتكون ويكبر معاه، فيبقى فاهم ان دي حاجه مش بتاعته. طب ده حصل مهما حصل ما يمدش ايده على حاجه غير باستئذان. ده حصل وانا وحد كبير، شخص كبير أيوة. بالغ انا، بس فارق معايا برضو احنا زمان بنناقش في كل المراحل يعني. في الطفوله ما كانش فيه، بس حاجه ظهرت الهوس ده مع حد هو كبير. والطفوله يعني دايما الطفل يعني ممكن ياخد حاجه عشان بتجذب انتباهه. وبعدين ممكن يرميها في اي حته. أيوة.